ما يفلت شيء. لقد أصبحت يائسا من المشاريع التونسية، ناقما على التونسيين لأني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا. حدث من شئت من الشباب التونسي فلا تلفي إلا حماسا وعزما وأفكارا ومشاريع، ولكن ثق أنك حين تدعوه للعمل فلا تجد إلا عزائم خابية وشبابا هرما يغط في سبات الأحلام اللذيذة. توكي تسمعوا الكلام هذا، شنية التعليقات الممكنة من الشعب التونسي العظيم؟ نقترح عليكم باقة من التعليقات وانتم ما افرزوا اختاروا الأصلح. التصور الأنسب هذا ما يكون كان واحد ناقم حاقد على التوانسة، وإلا يزيونا من الموجة السلبية نصفي قلوبنا وما ثم كان الخير، ولا يزيو من التنبير وناقف الكل مع عبير زعيمة ثورة التنوير، وإلا كلنا قيس سعيد نجوع من أجل تونس، ولا هذا واحد أخوانجي متخبي وراء الكلام الكبير ما يحبش الخير للبلاد تونس اللي العالم يا يرقب في حركاتها وسكناتها وينظر لها بإعجاب يا حسدها يا يتآمر عليها. أما في الحالات الثلاثة ما لقينا حد يسلفنا. تو هل يجي لبالكم اللي قال الكلام هذا هو أبو القاسم الشابي، شاعر إرادة الحياة، الشابي اللي قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ الكلام هذا قاله الشابي في 27 جانفي 1930. علمتني 50 سنة اللي عشتها بين أفراد الشعب العظيم أنه ما نصدقش الشعارات الكبيرة، نشد فران مع خطاب المطلقات، الديمقراطية، العدالة، دولة المؤسسات، حقوق الإنسان، الحقيقة والكرامة، الثورة، الشعب يريد السيادة. نحي الماسك، نحي الماسك وجا نحكيه. أمس حكيت لكم على سوسة، سميت القطوس قطوس، حكيت لكم كيفاش محراب الجامع تتحط فيه فريجيدير، كيفاش جامع يولي تسرح فيه الغنم، ووريتكم بالتصاور متحف القبة اللي تابع البلدية، الجوذاذات اللي تعرف بالمعروضات مكتوبة بخط اليد وخط خايب من الفوق ومحطوطة في انتركالير. قلت لكم اللي رئيس البلدية اللي هو طبيب وبوه وزير وكان سفير وعنده أخوه سفير، قلت لكم اللي شرى 50 نسخة من موسوعة مدينة سوسة، كتاب استغرق إعداده شهور طويلة بمجهود أساتذة وباحثين. سيد خلص النسخ أما قال لهم خليهم عندكم ما يصلحوا لي في شيء. يا ديني هاو من أشهر قليلة جاك سفير الصين البيروك، ما كنتش تنجم تهديله نسخة تعرف بمدينتك على الأقل؟ ما تقول ليش خرج الراجل يدو فارغة ولا وكلتوه كعك الورقة فيها ألف بركة. قال لا ما حاجتيش بالكتب، أش باش نعمل بيهم؟ الحكاية عندها عامين، تقول كلمة في خيارات الرئيس تولي حقد عليه، هذا إذا سلكتها وما نجموش يتهموك اللي انت نهض. ما تحكيش على الحزب الدستوري بالباهي طبعا وتطبل وتذكر تولي ضد الزعيمة الخالدة للحزب اللي خرجت فرنسا واللي خذت الباتين ده من حمد القروي وما عادش تذكره حتى بكلمة الله يرحمه. هو طلع حتى رئيس بلدية طلع ينطح، طلع عنده حساسية من النقد، المفروض تصلح وتعود حساباتك وإذا غلط تعتذر. نعطيكم مشطرة من اللي صار البارح، على عجل بعثوا شكون خذال 50 نسخة بعد عامين من اللي خلصوهم، خذاوهم والله أعلم فندبوا باش يطيشوهم، هذا إذا ما قطعوهم مش شماتة. وعندهم صفحة أش صاير في سوسة، هذه يمتاع رئيس البلدية نفسه يا تياسة يخلصوا يا مش جماعة اللي يفرشوا كبابتهم تطوعا. فصيلة بشفاليك سيد الرئيس ونجوع على جالك، قالت اللي خو محمد بوغلاب المحامي ينوب في واحد من أصحاب الوتلة اللي هدوا لهم، معناها نخليوا المدينة العربي خاربة
نخليه بيع الخمر خلسة نورمال في موقع أثري، نخليه باب الغربي مهجور منطقة رعب للي متعدي من غادية وساكن فيها، الأهم نشككوا في بوغلاب ونشوهوه. هذه ألعب وغيرها، جربها الوزير المصلح، جربها كالنايب متاع 280 صوت اللي في باب الحبس قال باش يشكي بيا، جربها الوزير اللي استقبل الدواعش في القاعة الشرفية للمطار ومن بعد دخلهم البيت نوم التوانسة في قصر قرطاج. نحب نقول لكم اللي خويا الماتر يعرف كيفاش يجاوب رئيس البلدية وتياسته، ما علاش ثم محاكم وعلاش ثم طول البال والمشي والجي وعلاش ثم قضاء. من 25 جويلية والسيد الرئيس يستعرض في الأسباب اللي خلاته يفعل الفصل 80. قريب نوصله للعام هو باقي يفسر، للبارح وقت استقبل وفد برلماني أوروبي. سامحوني مش قلت ما يتدخل فينا حد، مش قلت نجوع من أجل تونس والسيادة للشعب، فش يعملوا النواب هذا؟ الرئيس يتكلم وهما ورقة وستيل ويقيدوا عليه، علاش يعدي في الشفاهي قدامهم؟ وزير الخارجية متاعنا تحسه قاعد على الجمر متقلق متحير على أعصابه، علاش السيد الرئيس ما يسمع حد؟ علاش مصر على الدخول في عرك مش متاعنا ولا نربح منه غير تكسير الكرايم وتدريع الخواطر؟ أنا هو الحوار اللي قال انطلق فعلا، ومع شكون اللي استقبلتهم في مقدمتهم اتحاد شغل ما دوروش لساناتهم 7 مرات وقالوها على الملأ، ما كان ثم حتى حوار معاك، لقاء بروتوكولي تاع تعارف ومجاملات. على شنو حكي الرئيس ومع شكون في هالحوار اللي قال انطلق؟ مقعد ما حتى حزب، ما حتى مثقف، ما حتى ناشط في المجتمع المدني، ما حتى نقابة مهنية، لا مهندسين لا طبة لا صحفيين لا صيادلة لا فراملية لا حتى بطالة. كي نقرأ في بلاغ الرئاسة متاع البارح كلام من قبيل شدد الرئيس على حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات فضلا عن بناء دولة ديمقراطية. ما عيناش وإحنا نبني وتوا بنى عليه 23 سنة يبني وعشر سنين والغنوش يبني بناء دولة ديمقراطية عادلة، نورمال ما نطلع بنينا برج خليفة. بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يعبر عن آرائه وتطلعاته بكل حرية. أولا آرائه يهديكم راهي تتكتب عن نبرة مش عسطر، وما يخرجش على الرئاسة أنها تعمل غلطة من نوع هذا ورئيسنا يحكي بالفصحى. ثانيا الكلام هذا ما نجمتش نهضمه حتى بعد المغرب، شربت الماء أكثر من جهدي، نزعد ونعاود ما تعديش. تفرجت بالصدفة في الحقائق الأربعة على أبو عمر العبيدي وأمه، ولدهم عمر اللي مات غرقا بعد ماتش الإفريقي 4 سنين التالي، لليوم محكومش القضاء في الملف. البوليسية المشتبه فيهم أنكروا جملة أنهم طاردوه. الصور اللي عدها البرنامج البارح ظهر بالحجة الدامغة، 3 كراهب متاع بوليسية خلطت على الجمهور الهارب. وما تفهمش علاش جمهور هارب وعلاش البوليسية يغسروا فيه وكرهبة منهم ووقفت وهبطوا منها أعوان يجريوا على ساقيهم لنوصلوا للواد وين مات عمر العبيدي. علاش نحب ونحطوا البوليسية الكل في موضع الاتهام؟ اللي غلط يخلص. علاش منطق العشيرة والقبيلة اللي خرب الدولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ الظلم راهو يخلق العداوة والكراهية ويخلي النار تشعل في قلوب المظلومين والكره يتورث وما تحقر حد. بن علي كان يسوق في البلاد هو ونسابه، شكون تصور لحظة العرش متاعه باش يطيح في ليلة ونهار مو كان عنده البوليسي؟ شكون تخيل أنه بن علي اللي حكمنا 23 عام يولي تلفن ويجبهي؟ النجم نرجع لتونس وشو رايكم نرجع اليوم ولا غدوة ومرجعش؟ ما تغركمش السلطة، ولو دامت لغيركم لما آلت إليكم. تفكروا حافظ قيد السبسي ولد الرئيس وين توا؟
ما لقيتش أثر لكلام الرئيس دولة قوية وعادلة وقت بنية يرحيها التران في بير البي لأنها دافعت على روحها وكبشت في ساكها الأربعة ونص متاع العشية. الوقت إيش دمنا رخيص في هالبلاد؟ الوقت إيش الباندية والفصايل والمجرمة يحكموا بأحكامهم؟ مانيش خبير أمني، أما البلاد فيها ناس تنجم تفيدكم. في العالم ثم تجارب نقلوا عليها، مش كان التران في التجيام ما يخرج إلا ما يتم تمشيطه، المسافرين يتغربلوا، أعوان سيفيل يدوروا ويثبتوا في المشبوهين، وكل ترين وتلقى فيها أعوان مدنيين. فيه إعجاز هذا؟ كيفاش مجرم من وسط التران في محطة يتجرأ ينطر ساك بنية لو جاء يعرف أنه ثم منظومة مراقبة إلكترونية وثم أعوان جاهزين للتدخل في كل وقت؟ كيفاش يجر أي واحد راجل أو امرأة يحرق ضوء أو يدور في اتجاه عكسي أو يطلع فوق المادة لو جاء يعرف اللي الطرقات مراقبة بالكاميرات؟ هي مثل تالي تسعة كراهب وكار حادث عروتيكس مقابل المطار، اليوم حادث زوز كراهب وكاميونة والدنيا واقفة. كيفاش كراهب تطير تيران لو جات كياساتنا مجهزة بالرادارات؟ ما ثم حتى إحساس أنه الدولة موجودة ويدها حارة وتوجع وقت تضرب. دولة ما فالحة كان في حطان البريارات وتنساهم في باردو قدام الداخلية قدام الوزارات التربية وعدل وشؤون اجتماعية قدام سفارة أمريكا سفارة فرنسا المعبد اليهودي في شارع الحرية قصر الإليزي في باريس وشوفوا التصاور قدامه محلات تجارية شنو سكروهم على جيل ماكرون ما الناس تخدم على رواحها. انت كدولة مسؤوليتك تلقى الحلول من غير ما تكرهني في حياتي ولا تضيق علي عيشتي. احنا لا سكر سكر الرئيس هبط يقرأ في فاتحة على بورقيبة سكرنا سوسة. ما سمعتش رئيس بلديتها حس على الناس اللي تعطلت مصالحها وعدات ساعة تستنى يحلولها الكياس في سهلول. اضراب عام في مؤسسة العلم العمومي في اول رمضان تبدلتش حاجة. هني نسمع قالك جماعة كمبن تحب تطلع واحد من مجلس الإدارة في الإذاعة العمومية حب يطلعوه رئيس مدير عام. قالك باش ما يحل حتى دوسي بما فيهم السيد اللي طلع بكرهبة الإدارة لجبل زغوان عقاب الليل. مش قلتوا تحاربوا الفساد؟ شنو تحبوه يعمل بكرهبة شنو تحبوه يعمل كرهبة الإدارة باش يتحاسب؟ ولكن عادة حتى محاربة الفساد بالوجوه ناس خيار وناس فقوس. كيفاش نصدقوكم أنها دولة قوية وعادلة؟ البنية آية قزقز اللي تخطفت ماتت غرقا قدام أختها التوأم وهما يتدربوا نار لحد العشية في بحر سيدي بوسعيد. بلاغ الجامعة حمل المسؤولية للذات الإلهية قال لك الأقدار شاءت أن ترحل البطلة. هالأقدار شبيها شبيها ما شاءتش ترحلوا انتوما تحلوا عن سمانة. حتى الأقدار ضدنا واخذ فينا باي علاش؟ شو عملنا في دنيتنا باش ربي يغضب علينا؟ زعما لأن ساكتين ومتحملين ومنا اللي متواطئين ومشاركين في الجريمة. وزارة الشباب والرياضة عملت تفقد على الجامعة التونسية للأشرعة. تقرير تفقدية جا فيه أنه رئيس الجامعة عنده شركة تبيع ماتريال البطوات يبيع للجامعة اللي هو رئيسها منه فيه زيت ويقليه. وقت ماشيين للعاب الأولمبية طوكيو جاب فاتورة فيها ماتريال بقيمة 280 مليون قال باش يشريه من غادي من اليابان. الوزارة حلت عليه الكتاب ولد الحليل ماهم برش يطلع الماتريال مش ب 280 مليون طلع ب 80 برك. السيد هذا ما عملتو له شيء. شو يلزم باش يتحاسب؟ استنيته تموت آية كي توا يتحاسب؟ آية ترجع لأختها ترجع لأصحابها في المعهد النموذجي أريانا؟ يزيو بلا ترهدين. كيفاش تحبونا نصدقوكم إذا رئيسة الحكومة تقبل المنتخب من غير رئيس الجامعة لأنه مغضوب عليه ثم في ظرف شهر تتقلب لمشامية السيد يدخل لقصر قرطاج تقول سليمان القانوني ويهدي للرئيس مريول المنتخب؟ يسألتوشي خلص الديوانة متاع المريول اللي هديه للرئيس ولا دخل كلاندو كونترا؟ عايشين معانا في البلاد ولا العلو الشاهق ما يخليكمش تراوش قاعد صاير في البلاد وفي العباد؟
جامعة البرنس تشري دويات بالملايين من صيدلية في المحمدية دونا عن غيرها. الجامعة في المنزه أما تشري من صيدلية في المحمدية. أنت صرفت صرفت علاش مش من نعسان؟ تو انتم كي منفتحين على المناطق الشعبية كان شارطين الوصول للصيدلية يكون بالكار كيما جاء البرنس بالبلاد. قولونا هاني نعرف صيدلية في سيد حسين قريبة من محطة الكار الصفرة، علاش مش منها هي تشري الدويات؟ كي طبيب على 900 عيادة زميله يعمل 897 وهو ثلاثة في عام كامل وياخو شهريته كاملة وما يتحاسب حد، لا الطبيب البرنس لا مدير المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة في نابل. كيفاش تحبونا نصدقوكم أنها دولة عادلة وأن كيف كيف كي أربيتر يزفر بينالتي حتى في العلو الشاهق ما فماش منها الفايت جمعية البرنس بالصدفة باش يضمن لها تلعب على التيتر ومن بعد يمسحوا يديهم في الأربيتر لين تتنسى الحكاية وما يتحاسب حد. لا والحكم دولي، فهمتوا علاش معنا حتى حكم ينجم يشد فينال كاس افريقيا وعلاش ما ياخذوا منا حتى حكم في المونديال؟ حدنا بطولة نطيح لك باش. فهمتوا علاش حكم في استقامة ناجي الجويني ما عندوش مكان في السيستام؟ مرارة العيشة في هالبلاد، اهبطونا من العلو الشاهق يهديكم، عيشوا معانا، حسوا بمشاكل الناس، يبارك فيكم.